لا يدخل الإنسان عقله في هذه الأشياء حتى لا يتوب، لأنه إذا تاه تلقفته الأهواء ودخل به الشيطان في مداهات لا يدرى ما مداها. لا يدخل في هذه الأبواب بمدخل العقل، وذلك حتى لا ينشغل بما هو أنفع له. أتدري ما هو الأنفع له؟ الأنفع له أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به من أسماء الله وصفاته، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من أسماء وصفات، حتى يزيد إيمانه بهذا الإيمان. فإنه إذا أثبت هذه الأسماء والصفات وتأمل عظمتها عادت على القلب بوافر من الخير والخشية لله عز وجل وتعظيمه. ولذا هؤلاء لما دخلوا في العقليات أصبحت قلوبهم كالقلوب الخربة. الجهم بن صفوان لما تبنى معتقده أراد أن يبحث هنا وهنا، فذهب إلى طائفة من أهل الهند ممن يتحدثون في الفلسفة، وقالوا له: أربك يشم يطعم يرى؟ فأدخلوا عليه آراء فاسدة على ما لديه من هذه الآراء، فظل 40 يوما لا يصلي. فنسأل الله العافية. وإلى الأسماء والصفات من يدخل فيها بهذا المعتقد، وهو الإيمان المطلق بما أخبر به جل وعلا أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاز فوزا عظيما. وذلك لأن قلبه سيتفرغ في تأمل هذه الأسماء وفي تدبرها، فيزداد القلب يقينا وإيمانا وانشراحا. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المعطلة، يقول: كيف للمعطلة أن يتوكلوا على الله إذا كانوا قد عطلوا الله عز وجل عن أسماء له وصفه؟ كيف يتوكلون على الله؟ يتوكلون على عدم، لأن من نفيت عنه الأسماء والصفات هو العدم، لأنه ما من شيء موجود إلا وله صفة. أتحدى أن يكون هناك شيء موجود وليس له صفة. كل شيء في الوجود له صفة. هذا العمود له صفة، هذه المروحة له صفة، هذا الجهاز له صفة، أي شيء موجود له صفة. أما ما لا صفات له فهذا هو المعدوم. يقول: كيف لهم أن يتوكلوا على الله؟ وإذا لم يوجد التوكل على الله في القلب فأين صاحبه من الخير؟ أين هو من قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أين هو من قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ أين هو من قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه؟ ولذا هؤلاء نسأل الله العافية اخترعوا أحاديث في العقل، أن أول ما خلق الله العقل فقاله أقبل فأقبل، فقال: ما خلقت خلقا أكرم عندي منك. هذا حديث موضوع. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله وكذلك الألباني رحمه الله، يقولان: كل حديث في فضل العقل فهو حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم لما قدموا العقل طرحوا النقل، فتأتيهم أحاديث ثابتة في الصحيحين يقولون: هذه خبر أحاد لا نقبلها في العقائد، لا نقبلها في التوحيد. ومسألة النزاع في خبر الأحاد هل هو حجة أم لا خلاف مشهور. فيقولون: لا نثبت هذه الأسماء ولا هذه الصفات بخبر الأحد، فيردون نصوصا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل أن يبقى لهم هذا المعتقد الفاسد. ولكن كما قال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذا جعلت هذه الآيات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله، فهو سبيل العصمة وسبيل الهداية.